أهلا وسهلا فيكم عملائنا، ومساء الخير عليكم. مساء السنة الهجرية الجديدة، كل عام وأنتم بألف خير، الله يجعلها سنة خير وبركة علينا وعليكم يا رب. تعالوا معايا من فرع جدة الواقع في شارع 60 شمال دوار الفلك أمام البيك، نشوف إيش الجديد. وقلت خليني أبدأ السنة الجديدة بأجمل شكل، بداية التغطية من قسم الورود واصلة هذه الباقات الجديدة جدا جدا جميلة وألوانها مختلفة. شايفين الجمال هنا، الأبيض مع الأخضر، درجات الوردي، هنا عندكم الفوشي كمان. باقات التوليب عندنا من الأكثر طلبا ومبيعا، شكلها مرة جميل في الديكور، مع تنسيقك لها في أحلى فازة. الباقة بسعر 5.75 ريال هللة. هذا الباقة كمان من الأكثر الأشكال اللي تعجبني، وردة هيجي كذا حجمها صغير وشكلها مرة كتكوت. في منها البيبي بينك وكمان اللون الأبيض. الباقة بسعر 5.75 ريال هللة. بعد اختيارك لأجمل باقات الورود، كمان الفازة الأنيقة ولت ليك على ديكور بيتك، حتاخذيها من عندنا. هذه من الأشكال اللي واصلة جديد، في منها هنا درجة الوردي، هذه درجة الرمادي، وهنا كمان الأزرق. الحبة بسعر 5.75 ريال هللة. هذه الفازات الشفافة اللي تقدروا تبدعوا فيها أكثر من شكل، ممكن الورود أو للديكور. هذا الشكل ممكن كمان تقدموا فيه له الشوكولاتة، عندنا ب5.75 ريال هللة. هذه الفازة الزجاج دائرية، ما شاء الله فترة جدا قصيرة وفرناها لأكثر من 5 مرات لكثرة الطلب عليها. الحين كمان رجعت من جديد، اللي بيستخدموها في الديكور يعطوا فيها ترب ديكور أو حتى الصدف أو للورود أو حتى ممكن للأسماك الصغيرة. من شركة مجمع الشامل، مو بس حتاخذي أجمل باقات الورود، كمان حتاخذي أجمل وأحدث التصاميم من مراكن الزرع الجميلة. هذه الأشكال وصلة جديد، شوفوا بدرجات الألوان مختلفة، عندكم الأسود وهذا البيج والرمادي. هذا الشكل تصميم الأسد، كمان في منه الذهبي، وهنا عندكم الفضي. المركن بسعر 5.75 ريال هللة، والتشكيلة مختلفة، حلقت لكم صور للأشكال المتوفرة عندنا. رجع عن قسم صواني الفرن، شوفوا أخيرا إيش اللي وصل. ما تتخيل قديش بالفترة الأخيرة كانوا مرة كثير يطلبوها،
صينية الخبز اللي تنفك هذا التشيز كيك، شايفين توفرت بثلاثة أحجام من عندكم، الصغير والوسط والكبير، القطعة بسعر 5.75 ريال هللة. وكمان حصور لكم الأشكال المتوفرة عندنا من الصواني الفرن، هذا مثلا لخبز الكيك، هنا الكب كوكيز، شايفين أشكالهم كيف، والسعر يا بلاش. في كمان هنا متوفرة صينية البيتزا. المبدعات والمخبوزات أو حتى للتاجرات بالكوكيز، شبكة توريد المعدني توفر عندنا من جديد ب5.75 ريال هللة، جودته ممتازة وسطحه مذاب للالتصاق. المبدعات والمخبوزات أو حتى للتاجرات بالكوكيز، شبكة توريد المعدني توفر عندنا من جديد ب5.75 ريال هللة، جودته ممتازة وسطحه مذاب للالتصاق. كل احتياجاتك في مطبخك لألذ وأشهى الطبخات حتلاقيه عندنا، تشكيلة صحون البايركس المتوفرة كل أحجامها صغيرة، في عندك من المربع المستطيل والبيضة، البيضة متوفر منه الحجم الصغير والحجم الوسط، ححط الصغير داخله عشان يوضح لكم الفرق، شايفين هذا الصغير وهذا الوسط. أتوقع الحين كلنا مع أجواء الصيف، إذا رحنا زيارات أو حتى إذا جونا ضيوف لازم نقدمهم المشروبات الباردة. هنا وصل عندنا دلو الثلج، هذا الشكل يجيكم أكريليك بالكامل، المسكة ونفس الدلو كمان الملقط، هذا الشكل الثاني يجيكم نفس الدلو قزاز لكن الملقط المسكة أكريليك، بسعر 5.75 ريال هللة القطعة. هذه العلب لحفظ البهارات أو العسل لازم تكون في كل مطبخ لأنها سهلت علينا كثير، استخدام العسل مع هذه القطعة اللي تجي داخلها أسهل في الفطور لما تستخدمين. وهذه العلبة للبهارات، شوفوا جاية معها ملعقتها ملح فلفل أسود، جميع أنواع البهارات حتخدمك جدا، وكمان سعرها جدا توفيري، الحبتين بالمغلف بسعر 5.75 ريال هللة. مزيته بالزيت بشكل جديد، شوفوا كيف تجيكم هنا الفتحة للصب، ممكن للزيت أو حتى الخل، وتقدروا تغطوها تستخدموها بكل سهولة. جميع حلول التخزين والتنظيم هتلاقيها عندنا في قسم البلاستيك، من منظمات أكريليك للثلاجة، بوكسات بلاستيك لتنظيم كل مكان في بيتك. هذه منظمات الأكريليك، شوفوا كيف الأحجام والأشكال المختلفة، منها المستطيل وهنا المربع، استخدموه في تنظيم الثلاجة للفواكه للخضروات. وهذا منظم المشروبات كمان البلاستيك يتوفر من جديد، اللي يخزنوا البيبسي المشروبات الغازية عندنا متوفر ب5.75 ريال هللة، تقدروا تاخذوا أكثر من قطعة وتنظموا فيها ثلاجتكم. هذه سلة بلاستيك كمان للتنظيم، حلو تاخذوها جنب غسل الصحون، تحطوا سائل غسيل الصحون، الإسفنجة، المناشف تشيل عدد، سعر 5.75 ريال هللة. هذه العلب بلاستيك بعبوة توفيرية، حبتين بسعر 5.75 ريال هللة، شوفوا صورها التوضيحية، ممكن تاخذوها للتنظيم كذا في المطبخ، الزيت، المواد الغذائية، أو حتى ممكن تاخذوها تحطوها تحت مغسلة الصحون في الدولاب لتنظيم مواد النظافة. هنا حوريكم المنظمات من علب البلاستيك، كثير سألوا عنها، اللي يقدروا فيها يخزنوا الملابس، الكتب، غرفة المعيشة تحطوها ممكن، في كمان هذا اللي تجيكم على شكل سلة، هذا العلب ترى حبتين بسعر 5.75 ريال هللة، في هذه الأشكال كمان ألوانها وأشكالها مختلفة. كمان متوفر العلب البلاستيكية مع الغطاء للتنظيم بسعر 5.75 ريال هللة، أحجام وأشكال مختلفة. هذه أشكال المنظمات لدورات المياه اللي تقدروا تعلقوها بدون ما تتعبوا، بدون مسامير، بلاصق ذاتي ثابت، في هذه تقدروا تاخذوها المعجون، فرش الأسنان بهذا الشكل كمان، في نفس الفكرة للفرش
هذه للصابون بسعر 5.75 ريال هلله القطعة. ويلا تعالوا ناخذ جولة في قسم الألعاب نشوف ايش المتوفر للبنات او الاولاد. مغلفات جدا جميلة تقدروا تقدموها لاطفالكم الحلوين اللي طالعين الشريهات، طالعين الدرة او حتى البحر. مجموعات ألعاب البحر توفرت من جديد باكثر من شكل للاطفال. هنا عندكم الشكل الاول، هذا الشكل الثاني، في الوان مختلفة. 5.75 ريال هلله المجموعة.